دقت ساعة الصفر واقترب يوم الحسم ووصلنا إلى مرحلة لا عودة. لسان حال القيادة الفلسطينية المندفعة بقوة نحو ساحة المعركة الدبلوماسية التي قررت خوضها منذ شهور لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. الجهود السياسية الدبلوماسية تضاعفت، والندوات وورش العمل والحراكات الشعبية والرسمية ازدادت كثافة، ولا سيما منذ الفاتح من أيلول. فقد حاول الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي خلال هذا المؤتمر الذي عقد بقاعة تلفزيون وطن أن يؤكد على التفاف وتوحد الفصائل الفلسطينية حول خيار التوجه للأمم المتحدة. نحن نرى في التوجه للأمم المتحدة تغيير إلزامي وضروري لقواعد المفاوضات التي أثبتت عكمها في السابق بسبب أن المجتمع الدولي وبضغط الولايات المتحدة أحال أمر تطبيق قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال وقيامة الدولة الفلسطينية إلى مسؤولية إسرائيل كدولة احتلال. وهذه ندوة سياسية نظمتها هيئة التوجيه السياسي للنقاش حول ذات الموضوع، والتي تحدث خلالها دكتور صائب عرقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حول الخيارات والخطط المرسومة وعن التحديات والعقبات التي تتربص بنا أثناء وبعد التوجه للأمم المتحدة. الذي نحن بصدده هو تقديم طلب عضوية لدولة فلسطين على حدود 67 بعاصمتها القدس الشرقية. إذا عطل الطلب في مجلس الأمن أو أخذنا فيتو في مجلس الأمن لا نستطيع الاستمرار في الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين. المسائل جد صعبة وجد معقدة، ويا إخوان البداية سبتمبر وليس النهاية. المؤسسة الأمنية حضرت أيضا بقوة في هذا اللقاء بقادة أجهزتها المختلفة، حيث أكد الناطق باسمها اللواء عدنان الضميري على جهوزية واستعداد الأجهزة للتعاطي مع أي تطورات أو تغيرات على الساحة الفلسطينية. قوى الأمن سيدي دكتور صائب جاهزة مؤهلة، حصلت على أرفع وأرقى الشهادات الدولية في الأداء بشهادة منظمات دولية حيادية. هذه المؤسسة هي جاهزة لأن تكون مؤسسة الدولة الفلسطينية العتيدة بإذن الله، لا ينقصها سوى قرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين عضوا. أسبوع واحد فقط بقي على معركة أيلول الدبلوماسية، تتضافر الجهود وتتباين الأمال التي يعلقها الفلسطينيون عليها، فهل ستبصر الدولة الفلسطينية النور بعدها؟ أسبوع واحد تبقى على استئناف أولى جلسات المعركة الدبلوماسية التي قرر الفلسطينيون خوضها تحت قبة الأمم المتحدة. جهود مكثفة وآمال متباينة يعلقها الفلسطينيون على معركة 21 من أيلول وما يتبعها. إسلام حلايقة، تلفزيون القدس، رام الله. القدس.com